ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. يقول الله تعالى مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بعد أن مرت الآيات على ما جرى في غزوة أحد، وعلى انكسار المسلمين في غزوة أحد، وانتصار المشركين، وعلى ما قالوه وما رفعوا به أصواتهم من قولهم اعلوا هبل. قال الله تعالى جبرا لخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومؤانسة له: ولا يحزنك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء الكفار من مشركي أهل مكة، ومن الذين نافقوا معهم، ومن اليهود، لا يصيبونك يا محمد بالأسف والأسى، إنهم لن يضروا الله شيئا، فملك الله واسع، ودين الله تعالى منتصر، والأرض كلها لله تعالى، فإنهم لن يضروا بكل أقوالهم وكل أفعالهم، لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا التمادي منهم بالكفر، وهذا التمادي منهم في الاعتداء على أنبياء الله وعلى صحابة رسول الله وعلى الذين يحملون الخير لأهل هذه الأرض، قال عقابه أنهم لن يكون لهم حظ نصيب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية أيها الإخوة وقفات عديدات. أما الوقفة الأولى فعند قول الله تعالى مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لأن أناسا لم يهتدوا، يحزن لأن أناسا لم يمشوا على درب الهداية، يحزن لأنه دعاهم مرة بعد مرة مرة بعد مرة وهم مجترئون على أوامر الله، يحزن لأنهم سيسقطون في النار، يحزن لأنهم سيذهبون إلى هاوية في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال الله تعالى له في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا محمد صلى الله عليه وسلم، كدت أن تهلك نفسك، ستذهب نفسك حسرة عليهم لأنهم لم يؤمنوا، مع أنهم كما تعلمون آذوه، مع أنهم حرقوا أصحابه، مع أنهم هجروه، مع أنهم حاصروه، مع أنهم منعوا عنه وعن أهله وعن أصحابه الطعام والشراب، مع أنهم أرادوا به سوءا، مع أنهم أرادوا قتله وجاءوا بأربعين شابا من أجل أن يقتلوه، مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لأنهم يسارعون في الكفر. قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد، ستكاد نفسك من الحزن والأسف أن تزهق بسبب هؤلاء. والآن يقول، يطيب الله تعالى خاطره فيقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أنا بدي أسألك سؤال، أنت على ماذا تحزن؟ في شيء مرة أنت حزنت لأن صديقك لا يصلي؟ في شيء مرة أصابك الأسى لأن جارك غير منضبط بأوامر الشريعة؟
في شي مرة أنت بت الليل باكيا لأن زوجتك لا تستقيم على أمر الله؟ في شي مرة أنت يا بنتي قضيت نهارك وليلك مهمومة لأن صديقتك لا تنضبط بأوامر الشرع؟ ألست من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألست من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرة جاءني أخ يحضر معنا، والله جاءني وقد آتاه الله تعالى بسطة في العلم والمال، لكن جاءني كئيبا وحزينا ومهموما، والسبب أن أباه لا يصلي، وأن أباه لا يدفع الزكاة، وأن أباه وضع المال في مصرف ربوي وهو يأخذ الفوائد الربوية وينفقها على نفسه وعلى بيته. قال لي: يا أستاذ أبي، نسأل الله السلام لنا ولكم، أصيب بمرض السرطان وهو الآن على فراش المرض، والمرض يتمادى به، وأنا خايف أن يموت أبي وليس تائبا من الربا، وليس تائبا من منع الزكاة، وليس مقبلا على الصلاة. والله يا أخوان كل شيء، 3-4 أيام يأتي إلي وهو رجل يعجبك، رجل والله ومرات كان يبكي. هذه هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يجد في داخله أسى، ويجد في داخله أسف لأن فلانا من الناس لم يسلك جادة الصواب. يا أخوان، يا أخوات، يا رجال، يا أيتها السيدات، هذا الدين من سيحمله؟ هذه الدعوة من سينشرها؟ هذا القرآن من الذي سيعلمه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سيبثها بين الناس؟ إذا لم تكونوا أنتم فمن؟ إذا ما مرت عليك ليالي وأنت تبكي حزينا لأن عبادا من العباد يعصون الله، لأن عبادا من العباد يجاهرون بالمعاصي، لأن عبادا يبارزون الله تعالى بالعظائم، ما بتكون أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا. يعني أنت متبع بس مو الاتباع الكامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن حتى إن الله يطيب خاطره، وترى أنت إذا بتمشي بهذا الممشى رب العالمين بيطيب خاطرك، إلك مصلحة أن رب العالمين هو يتولاك وهو الذي يخفف عنك أحزانك. المطلوب أنت أن تهتم لحال المسلمين، أن تهتم لشؤون المسلمين، أن تهتم لما ينزل في بلاد المسلمين. فلسطين وما يحدث بها ألا تهمك؟ التعذيب الذي يصاب به المسلمون في أصقاع هذه الأرض ألا يحرك فيك ساكنا؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ إنك لتحزن عندما يحزن شاب لأن فريقه في كرة القدم خسر، تلاقيه زعلان ومهموم، ولا عاد تحاكوني، ليش أخي ما عاد نحاكي؟ ما أدري، خسرنا. شو يعني صار؟ شو صار إذا خسرت كرة القدم؟ مسامح بكل الدوري، بس خلينا نحل مشكلة البلاد والعباد، خلينا نحل مشكلة المسلم اللي صار عمره 20 سنة ولا يعرف أن يتوضأ، خلينا نحل مشكلة المسلم الذي صار له من العمر 20 أو 30 سنة ولا يعرف ما يحل وما لا يحل في بيعه وشرائه، خلينا نحل مشكلة المسلم عندما يبتعد عن درب الله تعالى. هذا اللي بيزعل. أما واحد أن يحزن لأنه فريق كرة القدم خسر، فرق كبير بين من يفرح أو يحزن لهذا الأمر وبين من يفرح أو يحزن لأمر الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم له في جار من جيرانه اليهود عنده ابن مرض مرضا شديدا، زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قبض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لأنه كان سبب إخراج إنسان من النار. أنت إذا كنت سبب في هداية أصدقائك، إذا كنت سبب في هداية أرحامك،
إذا كنت سبب في هداية شركائك، إذا كنت سبب في هداية من في سوقك التجاري، هديك السعادة الكبيرة، هديك السعادة التي ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. لفتني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مع سيدنا أبي بكر الصديق إلى الغار، وصناديد قريش جاءوا ووصلوا إلى فم الغار، وبكى سيدنا أبو بكر وخاف أن ينظر أحدهم إلى موقع قدميه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أبا بكر، وهناك من الممكن أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فعلا خطير. لفتني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لما هددت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بس ما حزن هو، راح قال لصاحبه لا تحزن، وحياته الآن مهددة ودقائق أو ثواني ستذهب، لا تحزن. وبالمقابل وحياته في طمأنينة وأمان، لكن غيره سيهلك، أصابه الحزن الشديد. لم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاته وعلى جسده وعلى وجوده، لكن حزن على هؤلاء الناس. قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم، كان يزعل النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم في حضرة الله تعالى أو من أقوالهم في نبوته وفي رسالته. فالوقفة الأولى عند قول الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الوقفة الثانية عند قول الله تعالى يسارعون في الكفر، يعني يبادرون إلى نصرة الكفر، يعني يبذلون البذل الكبير لتأييد الكفر، يعني يسعون سعيا حثيثا لنشر الكفر. يا إخوان، يا رجال، يا أخوات، إذا كان أهل الكفر يسارعون في الكفر، فما شأن أهل الخير؟ أفلا ينبغي على أهل الخير أن يسارعوا في الخير؟ ما عاد بينفع أنك أنت تقول أنا عم بفعل الخير، أنت لابد أن تصل إلى مرتبة يسارعون في الخير، يسارعون في الخيرات، ما عاد يكفي أن تسارع أن تفعل الخير. هذا شيء قديم، أنت من 20 سنة بتفعل الخير، أنت من 30 سنة بتفعل الخير، معقول من 30 سنة بتفعل الخير واليوم بتفعل الخير؟ معناته أنت ما زدت شيء، أنت واقف بمكانك. أنت من 20 سنة تفعل الخير، بس أنت اليوم تسارع في فعل الخير. وصف الله تعالى أنبياءه في سورة الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الأنبياء مو بيفعلوا الخيرات، مو بيفعلوا الخير، بيفعلوا الخيرات، ومو بيفعلوا، يسارعون. ولا تنسوا بأن الله عز وجل يقول عن أهل الكفر يسارعون في الكفر، ويقول عن أهل الصلاح والرشاد وقادة البشر بالخير يسارعون في الخيرات. لا تنسوا في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، ما قال الله تعالى يسرعون، قال يسارعون، زيادة المبنى في حرف زيادة دليل على زيادة المعنى، يعني يسرعون سرعة شديدة. نصيحة يا شباب، بالكاد بالكاد خلال 50 سنة بقيت لك من أجلك على هذه الأرض أن تفعل فعلا خيرا كبيرا وتمضي. يلي عمره 20 سنة يا بيلحق يا ما بيلحق، يلي عمره 30 سنة يعني الأمر على خطر. إذا بدك تساوي خيرات كبيرات بدك شي 50 سنة شغل، بقى إذا عمرك 20 هلأ والأحسن تكون بديان من شي 2-3 سنين مضوا، ويلي عمره 30 يسرع بسرعة، وال40 إن شاء الله الله يكرمك هيك تلحق، بركي الله بيطول بعمرك بتفعل الخير. أنا مرة يا أيها الإخوة وقد قلت لكم أنا لا أعلم شيئا بالتجارة، ما لي خبير، بس كنت قاعد مع مجموعة تجار كان عمري 30 سنة، قلت لهم يا إخوان يا شباب، إذا أنا أردت أن أصير تاجرا معروفا بكل الوطن العربي، وين ما بروح الوطن العربي بس يقولوا محمد خير الشعال، يقول لك أنا لكن هذا تاجر معروف بتاجر بكذا وكذا، قلت لهم إذا بدي ساوي اسم معروف بكل الوطن العربي كم سنة بدي شغل؟ أنا هلأ صفر، كم سنة بدي أشتغل؟ قالوا لي بدك 30-40 سنة إذا حالفك التوفيق والحظ، يعني مو كمان بجوز 30-40 سنة وما يمشي الحال. طيب يا أخي،
عشان تخلي اسمك معروفا في جزء من الكرة الأرضية بدك 30-40 سنة. طيب ومشان تخلي اسمك معروفا بالسماء، بكرة بس تموت بس تطلع روحك بالسماء الأولى، يقال من؟ فيقال فلان الفلاني، تقوم الملائكة تقول لك لك معروف، تفضل تفضل اطلع. السماء الثانية بس دون يفوتوا، مين هذا الرجل؟ والله فلان الفلاني، طبعا طبعا معروف، تفضلوا. إذا بدك يصير اسمك معروف بالسماوات السبعة، قديش بدك تشتغل؟ إذا مشان تصير تاجر بقلب هالأرض بدك 30-40 سنة، مشان يصير اسمك معروف في السماء كم سنة بدك شغل؟ هل تعرفون مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله؟ هذا البناء وما فيه 100 سنة من العمل، 100. كان غرفة أصغر من غرفة الصالون، قد نص يمكن هذا الصالون الموجود في هذا المسجد، فتحول إلى مجمع بطوابق كثيرات، وفيه عالم من طلب العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي وجبر خواطر الأيتام والفقراء والمساكين وتعليم العرب وتعليم الأجانب. بس 100 سنة، 100 سنة ليس الشيخ وحده، يوجد معه عشرات إن لم يكن مئات هم الذين ساعدوا. نحن يا أخوان بالكاد بالكاد هلأ أنت إذا عمرك 20-30 سنة تلحق فيما بقي من أجل مضروب على هذه الأرض، علما أن الآجال بيد الله، لا ندري بعد سنة لما بعد سنتين لما 10. على كل الأحوال إن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية. أهل الكفر يا شباب يسارعون في الكفر، لذلك سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نصيحة يا شباب، لا ترضى أن تمشي إلى المسجد مشيا. والله أحد الأخوة توفاه الله تعالى قال لي، قال لي يا أستاذ أنا لما كنت شابا أنا وجاي على الجامع ما كنت أجي مشي، وإنما آتي هرولة. فقير هو، ما معه لا أجرة سرفيس ولا أجرة تاكسي. قال لي كنت أجي هرولة ما أجي مشي. قلت له ليش؟ قال لي مشان إذا الله عز وجل رآني يراني أركض إلى بيته ركضا. يا شباب شدوا همتكم في ذكر الله تعالى، لا ترضى أن يمر عليك يوم من دون أن تذكر الله ذكرا كثيرا. شدوا همتكم في القرآن الكريم، شدوا همتكم في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شدوا همتكم في الدعوة إلى الله. إذا فتح لك باب لتخدم فيه الدين ويبقى لك ذكر في الأرض والسماء، نصيحة لوجه الله، ما في وقت، لا تقول لبكرة. إذا كان أهل الكفر يسارعون في الكفر، فاللازم على أهل الإيمان وأهل الخير أن يسارعوا في الخيرات. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، خلي يعملوا هنين، بس كمان إنا عاملون ونحن سنعمل، يعني على مكانتنا. لذلك أروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، وشدوا همتكم ما استطعتم في الصيف والشتاء والخريف والربيع وفي رمضان وفي خارج رمضان، فليجتهد أحدنا في الإقبال على الله تعالى، حتى إذا رآنا الله نسارع في الخيرات كتبنا ورأى أنبيائه الكرام. وهذه وقفة ثانية في هذه الآية. أما الوقفة الثالثة فعند قول الله تعالى، أو عند حرف الجر فيه، قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء أسرع، فعل أسرع يحتاج أن يتعدى بحرف الجر إلى، منقول أسرع إلى المسجد، ماشي؟ فلماذا قال الله تعالى يسارعون في الكفر؟ الظرف فيه يحمل معنى الإحاطة. إذا قلت أنا القلم في الدرج، يعني الدرج محيط بالقلم من كل الأماكن. هؤلاء الكفار، هؤلاء أهل الباطل، هؤلاء أهل الضلال، مع أنهم مغمورون في ضلالهم، منغمسون في ضلالهم، ومع هذا يبادرون مبادرة شديدة وقوية للتمسك بهذا الضلال. قابل الله تعالى هذه الآيات بآيات سورة الأنبياء، قال إن كمان الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وفرق كبير بين من كان مسارعا في الخيرات وبين من كان مسارعا في الكفر. ثم قال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا. مرات الواحد على قد ما بيجي أخبار وبيقرأ تقارير وبيطلع على إحصاءات قديش ترصد أموال
لإضلال شباب المسلمين، وأديش تنشأ محطات فضائية لبث السوء والفحش بينهم، وكم موقع انترنت مشان نشر الإلحاد، وأديش تصرف من الأموال من أجل نشر هذه الشكوك والشبهات في هذا الدين. على قد ما بيسمع وبيقرأ يكاد أن يقول: يا أخي، كيف سنواجه هذا العدد وهذه العدد؟ الثانية الواحدة صناعتها في فيلم متحرك يعرض على الواتساب، الثانية الواحدة قبل سنة بتكلف 25,000 ليرة سوري، يعني الدقيقة بتكلف 1.5 مليون. هذا قبل سنة، أنا ما بعرف قديش السعر. دقيقة واحدة مشان أنت تشوف مقطع فيلمي متحرك بحركة معينة خاصة بدها 1.5 مليون. معناتها إذا أنت شفت مقطع مدته دقيقتين هذا مكلف 3 مليون، وإذا 3 دقائق مكلف 4.5، وهكذا. طيب، وإذا في بس 24 ساعة، والأربعة وعشرين ساعة مو بس بتغطيها مرة، بتغطيها مرات، قديش الأموال التي تدفع من أجل نشر الشبهات والشهوات للمسلمين، من أجل إفساد شباب ورجال ونساء المسلمين؟ تدفع أموال طائلة. مرات الواحد على قد ما بيسمع هذه القصص، بيسمع هذه الأخبار، بيسمع بعض الإحصاءات، يكاد أن يصدق بأن هناك شيء سيحدث، لكن الله طمأننا، لأنه نحن يا أخواننا دليلنا الإرشادي هو هذا القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. لا تخافوا يا أخوان، الباطل أسباب سقوطه في داخله، الباطل أسباب سقوطه في داخله، والحق أسباب رفعته في داخله. لقي الباطل الحق يوما فقال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: إني قاتلك. قال الحق: لكن أبنائي سيقتلونك. 100% يا أيها الإخوة، 100% الحق هو الذي سيبقى في هذه الأرض. نحن معنا هذا القرار الصادر من حضرة رب العالمين منذ أنزل هذا الكتاب الكريم. قال الله تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي سيمكث في الأرض والذي سيبقى هو الحق والخير. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن ينقصوا من ملك الله تعالى ولا من سلطانه شيئا. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. وفي الحديث: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما في أحد يستطيع أن يضر بأوامر الله تعالى، ولا بآيات الله تعالى، ولا بأولياء الله تعالى، بس عليك أنت أن تكون في جانب حضرة الله تعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال شراح هذا الحديث: أتقى قلب رجل واحد منكم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كل هالعباد وكل الإنس وكل الجن وأولنا وآخرنا كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. الله يسجل لأهل الفجور والضلال ما يفعلون، ولأهل الخير والصلاح ما يفعلون، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم. مرة ثانية، هؤلاء
من اشترى شيئا فإنه متمسك به. هؤلاء اشتروا الكفر، أخذوا الكفر وباعوا الإيمان، فرطوا بالإيمان. المقترن بالباء هو المتروك. أنا بقول اشتريت الكتاب بألف، معناته الألف تركته والكتاب أخذته. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، مرة ثانية يؤكد الله تعالى لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هلا الآية الأولى بيقول ولهم عذاب عظيم، والآية الثانية ولهم عذاب أليم، ثم الآية الثالثة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا الإمداد لهم في أعمارهم والإمداد لهم في رفاهيتهم، لا يحسبوه أنه خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نحن نمد لهم في أعمارهم لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يقبلون على الله، لكن الحال أنهم يزدادون إثما ولهم عذاب مهين. فقال الله تعالى لهؤلاء أهل الضلال والفجور الثابتون على ضلالهم وفجورهم، لهم عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب عظيم. أليم في أجسادهم، ومهين في أنفسهم، وعظيم في كلا الأمرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دلالة الخلق على الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا نشر كتابه وتعليم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.